هذا يسأل عن القات، حكم أكل القات أو استعماله. القات حرام، أشد من الدخان، القات أشد من الدخان لأنه مادة خبيثة ومضرة، والذي يستعملها يجلس ويخزن ساعات، ويأتي عليه وقت الصلاة ولا يقوم يصلي ويترك صلاة الجماعة، فهو مادة خبيثة وضارة أشد من الدخان. وقد صدرت فتاوى من أهل العلم بتحريم القات، موجودة فتاوى من أهل العلم بتحريم القات، وأنه أشد من الدخان، أشد ضرر من الدخان. نعم.